السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع. اليوم رح نحكي عن خطة حل المسألة، انشأ جدولا. خلينا نشوف كيف بدنا نتعلم نخطط في حل المسألة وننشأ جدول. أول شيء عندي هون بحكي لي تعتق المجاوي أم الدامي في وادي رام الأعلى في الأردن. إذ تسلق مصطفى قمة الجبل على 3 مراحل وقطع 618 متر في كل مرحلة، فكم ارتفاع قمة جبل أم الدامي؟ كم ارتفاع قمة جبل أم الدامي؟ أول إشي رح أحل على 3 مراحل. المرحلة الأولى أفهم شو فهمت من المسألة، المعطيات والمطلوب، شو أعطاني وشو طلب مني. هاي في مرحلة أفهم. الخطوة الثانية أخطط. أخطط يعني كيف بدي أحل المسألة، بخطط كيف بدي أحل المسألة. ثالث إشي الحل، كيف بدي أنفذ المسألة. أول إشي هلأ هون بحكي لي عندي قمة جبل أم الدامي في وادي رم، هي الأعلى في الأردن. وتسلق مصطفى قمة الجبل على 3 مراحل. هاي عندي قمة الجبل، قمة جبل أم الدامي. إجا مصطفى وتسلق الجبل هذا على 3 مراحل. هاي أول مرحلة، ثاني مرحلة، ثالث مرحلة. إذا تسلق الجبل في 3 مراحل، بحكي لي في كل مرحلة قطع 618 متر. قطع هون 618 متر، هون 618 متر، هون 618 متر. هلا أنا شو فهمت من المسألة؟ فهمت إن مصطفى تسلق الجبل على 3 مراحل متساوية. بحكي إنه تسلق مصطفى الجبل على 3 مراحل متساوية. تاني شيء إيش عمل؟ قطع مسافة 618 متر، المسافة المقطوعة في كل مرحلة 618 متر. تمام؟ هلا شو المطلوب؟ شو طلب مني؟ كم ارتفاع قمة جبل أم الدامي؟ كم ارتفاع قمة جبل أم الدامي؟ إذا المطلوب ارتفاع قمة الجبل، قمة الجبل أو جبل أم الدامي، جبل أم الدامي. تمام؟ هلا كيف هون بدي أخطط لحل المسألة؟ هلا كيف بدي أخطط لحل المسألة؟ يمكنني حل المسألة باستخدام خطة إنشاء جدول. بحكي يمكنني حل المسألة باستخدام خطة إنشاء جدول. إذا أنا بدي أحل المسألة باستخدام خطة إنشاء جدول، أول إشي هون عندي نهاية المرحلة الأولى، وثاني إشي نهاية المرحلة الثانية، المرحلة الثانية، وثالث إشي نهاية المرحلة الثالثة. أول مرة طلع فيها هيها كم؟ 618 ضرب 1. 618 ضرب 1 يعني المسافة المقطوعة عندي هون راح أحكي 618 ضرب 1 ويساوي كم؟ 618 متر. أي عدد بضرب 1؟ 618. هلا هون نهاية المرحلة الثانية، هو قطع هاي المسافة وهاي، إذا عندي هون مسافتين 618 ضرب 2. 618 ضرب 2. هلا بدنا نحكي كيف، خلينا نشوف كيف بدنا نضرب 618 في 2. 618 في 2، قطع هون 618 و618، يعني 618 ب2، 8 ب2 16، 6 1 باليد، 2 في 1 2، زائد 1 3.
2 في 6 12 1236 1236 200. هلا هون 618 ضرب 3، هون بدي احكي 618 ضرب 3 8 3 24 42 باليد. 3 في 1 3 زائد 2 5 3 في 6 18. إذا هون 1854 متر، 1854 متر. هون أنا حليت باستخدام إنشاء جدول. هلا بقدر أحل بدون إنشاء جدول؟ آه بقدر. بقدر أحكي إنه تسلق مصطفى قمة الجبل على 3 مراحل، وكل مرحلة قطع 613. على السريع أجي أحكي 618 ضرب 3. هيك بكون أنا حليت باستخدام الجدول. أوكي؟ وخلصنا درس خطة حل المسألة انشئ جدولا، ويعطيكم العافية يا رابع.